بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان من أسباب الحياة السعيدة، لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، السعادة مطلب كل إنسان، وما نظن أو نعتقد أن أحداً يبحث عن الشقاء، بل كل ما نراه من التطاحن والتسابق إنما هو لتحقيق ونيل أكبر قدر من السعادة. ولكن المصيبة أن الكثير ممن يطلبون السعادة أخطأوا الطريق المؤدي إليها، ظنها قوم في المال، فقطعوا مراحل أعمارهم باحثين لاهثين وراءه، فلما حصلوه وجمعوه كان هذا المال سببا لشقائهم لا لسعادتهم. يقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم في الحياة بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وظن آخرون أن السعادة في تبوء المناصب واحتلال الرتب، فحرصوا عليها وسعوا إلى تحقيقها، فلما نالوها لم يجدوا للسعادة طعما، بل كانت ربما سببا لشقائهم وعذابهم. وظنها آخرون في الأولاد وفي الزوجات، فلما جاء الأولاد كان الأولاد أيضا سببا لشقائهم، وكانت الزوجات سببا لشقائهم. أجل، أين السعادة أيها الإخوة؟ وقبل الإجابة لنسأل: ما هي السعادة؟ وبأبسط تعريف يلم المجموع الشامل لمفهومها، وإلا السعادة معروفة عند كل واحد ولو ما عبر عنها، هي راحة القلب واطمئنان النفس وسلامة الجسد من الآفات. هذا الذي يحصل له، هذا أن جسده يعافى ونفسه تطمئن وقلبه يسكن، هذا يكون سعيد. لكن لما اهتم الناس بالمال حقق جزء من السعادة، وهي سلامة الجسد، ولكن لم يستطع المال أن يحقق سكينة النفس، ولم يستطع المال أن يحقق راحة القلب، بل كان المال عذاب القلب وكان المال عذاب النفس. وأذكر فيما أذكر أنني زرت أنا وأحد المشائخ في الرياض ثريا من الأثرياء نطلب منه أن يتطوع بالتبرع في مشروع خيري، وكانت في فصل الشتاء الزيارة في الليالي الباردة القارسة، فلما جلسنا معه وافق جزاه الله خير على التبرع بالمشروع كامل وودعناه. وقبل أن نخرج قال لنا: يا مشايخ، أنا عندي مشكلة حلوها لي. كنا خير. قال: يرب عنا والله ما أنا، يقول والله إنه يذل الفجر وأنا أتقلب على فراشي ما عرفت طعم النوم. قلنا: ليش؟ خير؟ في مرض؟ قال: لا، لكن أموالي في الشرق والغرب والشمال والجنوب والسماء والأرض والبر والبحر، وكل ما حليت مشكلة جت مشكلة ثانية، وطول الليل وأنا ورا المال. قلنا: أنت اللي عذب نفسك، شو يسوي بك؟ لكن تريد أنه يسلم منك، تسلم من هذا المرض؟ قال: نعم. قلنا: علق مالك
بربك حتى يتعلق قلبك بمالك المعلق بالله. اكنز هذا المال عند الله. قال جزاكم الله خير وخرجنا من عنده، ومررنا ونحن خارجين على رجل من العمال يعمل حامل يحمل الأثقال في السوق، وقد جمع الحبل الذي يربط به الأحمال تحت رأسه وبسط تحته كرتونا ونام ومد أرجله وله شخير نسمعه على بعد أمتار في غاية النوم. هذا أبو الملايين ما يجيه النوم، وهذا أبو كرتون نايم 24 قراط. أجل المال سعادة ولا عذاب؟ عذاب. وتعال تشوف هذا الفقير بالصباح إذا قام وش يفطر؟ يأخذ له ثلاثة أقراص على صحن تميس يعسفها مثل البعير، وذاك التاجر يفطر حبوب ويتغدى حبوب ويتعشى حبوب. أجل ما قيمة المال؟ أرقام بس أرصدة، لكن هل يحقق سعادة؟ لا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فالسعادة هي راحة النفس وهدوء القلب وسعادة وسلامة الجسد. أين توجد هذه كلها؟ أين توجد راحة النفس؟ أين توجد راحة القلب؟ هذه أيها الإخوة لا توجد في المال، ولا توجد في المناصب، ولا توجد في الرتب، ولا توجد عند الزوجات، ولا توجد في الأولاد، وإنما توجد في شيء واحد، وهو في الإيمان بالله والعمل الصالح لوجه الله. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا شرطه، من عمل صالح وهو مؤمن وش يحصل له؟ قال عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ حياة القلب. ولو كان فقير والله إنه في حياة طيبة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا معظمهم فقراء، ولكنهم كانوا يحيون ويعيشون أعظم مستوى من السعادة، بل سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل من سار على وجه الأرض، سيد ولد آدم. كيف كان يعيش سعادته؟ كأكمل ما تكون على أعلى مستوى، أسعد البشر بربه وبدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن حياته المادية كانت بسيطة إلى أبعد درجات البساطة. كان ينام على الحصير ويسكن في غرف صغيرة ما تكفي للصلاة، إذا صلى في الليل وعائشة نائمة تكف رجولها إذا سجد، وإذا قام مدت رجولها، ويربط على بطنه الشريف الحجر من الجوع، من لذعة الجوع يربط الحجارة علشان تلتقي المعدة وجدران المعدة تتقابل هكذا وما عاد يصير فيه ألم من الجوع. وتوقد ويمر الشهر والشهرين ولا توقد في بيت آل محمد النار. كم توقد اليوم في بيوتنا من النيران أيها الإخوة؟ ما هي بنار واحدة، نيران شب المطبخ، تقول معامل، هذا ينخط وذا يقلي وذا يخبز وذا يخوش وذا، ويلا علشان ناكل. وبعدين هل سعدنا؟ هل حققت هذه المآكل والمطاعم والمشارب لنا سعادة؟ بل زادت الشقاء وأكثرنا ما يصيح إلا من بطنه الحين. كل أمراض الناس الآن كلها من بطونهم. الفشل الكلوي من أين جاء؟ من اللحم. والقرحة المعدية من الأكل، والسكر من الأكل، والسمنة من الأكل، والذبحة من الأكل، كل هذه من الأكل. أجل الأكل سعادة ولا عذاب؟ عذاب. أجل ما هي السعادة؟ قال عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء: طيب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الله يقول نحييه حياة طيبة، ما هو كان حي قبل أن يعمل الصالحات وقبل أن يؤمن؟ قالوا كان حيا لكن حياة خبيثة، هنا حياة إيش؟ طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ حياة القلب، حياة الإيمان، حياة الدين، حياة الصلة بالله، حياة الصلاة، حياة الأمر بالمعروف، حياة النهي عن المنكر، حياة الحب في الله، حياة الاستعلاء على الشهوات، حياة النصر على النفس، حياة رفض الحرام. إذا مررت على امرأة متبرجة وغضضت بصرك هذا هي الحياة، لكن إذا قعدت بعيونك تبغى تبلعها تترصص على محارم الله أنت مسكين، حياتك خبيثة، حياتك قذرة. هذه حياة الطيبة أن ترتفع فوق. الله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فوق، وقد خاب من دساها دنسها. بس في القذارات
بس تشوفه يقمقم والعياذ بالله، أغاني، مسلسلات، أفلام، كور، لعب، سهر، أرصفة، تفحيط، وش هذا؟ هذا عنز ذا والعياذ بالله، تقمقم في الزبائن. لكن اطلع فوق، ابحث عن الدين، عن القيم، عن المبادئ، عن العقيدة، عن الصلاة، عن القرآن، عن الجنة. هذه هي الحياة، فلنحيينه حياة طيبة. وبعدين إذا مات قال عز وجل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تطمئن القلوب إلا بدين الله. الفلوس ما تطمئن القلوب، لا، تنفخ الجيوب. والأكلات ما تطمئن القلوب، لا، تطمئن البطون. والزوجات تطمئن الفروج، لكن قلبك وش تسوي به؟ تبغاه يطمئن؟ ألا بذكر الله، أي ألا بدين الله تطمئن القلوب، قلوب أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. قال العلماء ما هي طوبى هنا؟ بعضهم قال طوبى أي الجنة، وقال طوبى أي طيب الحياة، وإيش؟ وحسن مآب أي في الجنة. هذا دليل، قالوا طوبى أي في الدنيا وحسن مآب أي في الآخرة في الجنة. نسأل الله أن يطيب حياتنا وحياتكم في الدنيا والآخرة. طيب، كيف تحصل السعادة أيها الأخوة؟ لا تحصل السعادة إلا إذا عرف الإنسان أمرين. إذا عرف هذين الأمرين وجد السعادة كاملة بحذافيرها. إذا جهل الأمرين أو أحدهما عاش شقيا ومات شقيا وبعث شقيا وحشر شقيا ودخل دار الأشقياء في دار العذاب والنكال والنار والعياذ بالله. هل أشقى من يدخل النار يا أخوان؟ لا إله إلا الله. الآن الواحد إذا لقيته في بيت في غرفته ما عنده مكيف يقول الله يا شيخ أنا عيشتي والله شقية. ليه؟ قال ما عندنا مكيف. ودرجة حرارة كم؟ 40، ما يصبر عليها، شقي. طيب اللي ما عنده برد ولا شيء إلا في النار، يقول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا سلاما إلا حميما، إيه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا في النار. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ينادون يوم القيامة وهم يقادون إلى النيران، يحصل عندهم حسرة ومقت وازدراء واحتقار لأنفسهم، فينادون يقال لهم إن الله يمقتكم وإن الله يبغضكم وإن الله يزدريكم وإن الله يحتقركم أكثر مما تمقتون أنفسكم. ليش؟ قال إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، ترفضون الدين. قالوا ربنا، يعرفون ربي لكن في غير مكانها، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كنا أمواتا ثم أحييتنا ثم أمتنا ثم أحييتنا، نبغى بس واحدة يا ربي زدها، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ في فكة من النار؟ لا إله إلا الله. قال الله عز وجل فهل إلى خروج من سبيل؟ قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ما هذين الأمرين الضروريين؟ وأرجو التركيز معي أيها الإخوة، لأن القضية بين قضية سماع، قضية مصير، قضية سعادة أو شقاء، قضية عذاب أو نعيم، قضية جنة أو نار. هذه من أبرز قضايا الوجود، ما هي بسهلة ذي، ما هي بيعة ولا رضية ولا عمارة ولا مرة تموت ولا تخليها ولا تموت وتخليها تخليك، لا، هذه طريق شائكة، طريق صعبة، مسألة مهمة. ما هي هذين الأمرين؟ الأمر الأول أن تعرف من أنت، والأمر الثاني أن تعرف لماذا خلقت. بس أن تعرف من أنت، من أنت أيها الإنسان. المصيبة، كل المصيبة أن الناس لا يعرفون أنفسهم. كيف؟ كيف ما يعرف الواحد نفسه؟ والله أعرف نفسي أنا، شو ده؟ من أنت هذا؟ شيء ثاني. من أنت؟ يقول الناظم، يقول دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر،
وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. من سهل. ويقول ابن القيم: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أي هيأك الله لأمر عظيم، خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأرسل إليك رسله وأنزل عليهم كتبه وأعد لك نار جنته وتوعدك بناره إذا أطعته أو عصيته. وبعدين تيجي ترعى مع الهمل، همك بطنك بس، وش ناكل وش نتغدى وش نتعشى، وين نتمشى وين نتعشى، وشي غدا وشي عشاء، خلاص. وزبائن تدخل تخرج وزنابيل تطلع. أكثر الناس الآن ما شغلته إلا زنبيل وزبالة، يطلع زنبيل وينزل الزبالة. ما في بيت من بيوت المسلمين في أي يوم إلا تعال تشوف الشقة وإذا بحولها كيس أسود مليان نعمة. وفي الصباح يطلع وينزل في اليوم الثاني، وعاش المسلم وضاع بين الزنبيل والزبالة. واحد تقول له مرة، كل مرة وهي تقول جيب معك جيب معك جيب معك، تطلب مقاضي، قال لها: أنت ما عندك إلا جيب جيب، ما في يوم من الأيام قلتي خذ؟ قالت: خذ معك زبالة. أجل من أنت أيها الإنسان؟ المصيبة كما قلت لكم أن الناس ما عرفوا من الإنسان إلا أبسط أجزائه. الإنسان مكون من 5 أجزاء، عرفوا الناس واحد وجهلوا الأربعة الباقية. جسد، وهو هذا اللي نعرفه كلنا، عظام مركب عليها عضلات وعصب وعليه لحم، وبعدين أجهزة: جهاز سمعي وجهاز بصري وجهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز دموي وجهاز تناسلي وجهاز عظمي، أجهزة. هذا عرفه الناس، هذا واحد بس من الأجزاء، وهذا أبسط الأجزاء، ولا يتعلق به مدح ولا ذم. ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء على الناس بقدر أجسامهم، بل جاء الذم. قال الله عز وجل في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وجاء الذم في السنة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أجل جسمك كبير ولا صغير، أبيض ولا أسود، طويل ولا عريض، سمين ولا ضعيف، هذا ما له قيمة، لأنك أنت ما أنت اللي ركب جسمك، ولا أنت اللي لون جسمك، ولا أنت اللي طوله، ولا أنت اللي الذي ركبك هو الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا كيف تشاءون أنتم. هذا هو الجسد، هذا جزء واحد. الناس الآن لا يعرفون من الإنسان إلا جسده، ولهذا التركيز والأهمية عندنا في حياتنا على الجسد. إذا مرض الجسد وش نسوي؟ علاج. إذا العلاج ما هو في الرياض، وين نروح له؟ قالوا: ما لك علاج في الرياض، علاجك في لندن. وش يقول الواحد؟ إن كان عنده فلوس يحجز طوالي، ما عنده فلوس يروح يبيع بيته، ما عنده بيت يروح يطرق أبواب المحسنين والدولة. أنا مريض يا جماعة، عندي مرض لا بد أسافر. ما لك علاج في السعودية، يروح خارج المملكة. إذا مرض الجسد هذا داوه، بينما يمرض القلب والمسجد جنبه ما يروح له، بل يأتي الطبيب طبيب القلوب إلى المساجد ويقوم يتكلم عن أمراض القلوب وهو يخرج، ما يبغى، لأنه ما يعرف أن القلب هذا يحتاج إلى علاج، يعرف فقط الجسد. وإذا جاع الجسد أطعموه، وإذا عطش الجسد أسقوه، وإذا برد الجسد دفوه ملابس شتوية، وإذا احتر الجسد بردوه مكيفات ومراوح وملابس صيفية وجسم ثلج، يعني مرة. أجل الحياة للناس الآن حياة الجسد. وهل أنت إنسان جسد بس؟ لو أن القضية قضية جسد، في الحيوانات من هو أكبر منك جسد؟ طول البغال وأحلام العصافير، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولسنا بحاجة أيها الإخوة إلى التطويل في قضية الجسد، معروف عند الناس. لكن بقي 4 أجزاء رئيسية. الجزء الثاني الروح، وهذه الروح يقول العلماء إنها هي الطاقة المشغلة لهذا الجسد. الجسد مثل الميكروفون، ايش اللي يشغل الميكروفون؟
الكهرباء الطاقة. إذا نزعنا الكهرباء هل يبقى لهذا قيمة؟ هل يكبر الصوت؟ لا. الثلاجة تبرد الطعام، من اللي يخليها تبرد؟ الكهرباء. إذا نزعنا الكهرباء ما عاد تبرد الطعام رغم أن الثلاجة موجودة. الجسد يشتغل، العين تبصر، من اللي يشغلها؟ الروح. إذا طلعنا الروح عاد العين تبصر؟ العين موجودة ما راح شيء، لكن راحت الروح المشغلة لها. الأذن تسمع، إذا راحت الروح والأذن موجودة والجهاز السمعي موجود، تجي تصيح في مسمعه ما يسمعك، ليه؟ اللي شغله ما هو موجود. القلب يضخ الدماء، إذا راحت الروح يوقف القلب، ليه ما تشتغل يا قلب؟ ما يشتغل لأن ما في المشغل. وتسمعون الآن عن عمليات زرع الأعضاء، إذا مات الواحد شالوا قلبه، توقف شالوه حطوه في واحد ثاني. طيب ليش اشتغل هناك ولا اشتغل هنا؟ لأن المشغل اللي هنا خرج وهي الروح، ولا زالت شغالة في ذاك، حطوه اشتغل. كليته فشلت هنا شالوها واشتغلت هناك. أجل الحياة ما هي بالروح في القلب ولا في الكلى، الحياة في الروح. طيب ما هي الروح؟ لا نعلم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال الله له: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الروح من الأشياء التي استأثر الله بعلمها، ولا نعلم عنها شيئا إلا بعض صفاتها. أين أنها تخرج وأنها تصعد، وأنها إذا مات الإنسان صعدت الروح. ولهذا تجد الميت إذا مات فإنه يشخص ببصره ويسن تغميضه، ليه؟ لأنه إذا خرجت الروح تبعها البصر. وأن الروح تتوفى عند النوم وتتوفى عند الموت. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، أي يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب النوم هو وفاة؟ قد يقول واحد كيف؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا قمنا من النوم أن نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. كنا ميتين بالنوم، والدليل على أنك ميت في النوم وأن روحك ما هي موجودة في جسدك، الروح تخرج من الجسد وتجلس قريبة منه ولها صلة بالجسد، تحرك لكن من بعيد، بالليزر كما يقولون أو بالكنترول أو بالريموت، بعيدة عنه ولكن تخرج منه حتى يرتاح. إذا لم تخرج الروح ما يرتاح. ولهذا تجي عند النائم تتكلم عند مسمعه ما يسمعك، تجي عند عيونه تفتح عينه وتحط قدامه منظر ما يشوفه، تحط طيب عند خشمه ما يشمه، تبغاه يشم، تبغاه يشوف، تبغاه يسمع، قل فلان فلان فلان، قال نعم نعم نعم، تعطيه الطيب يشم، يشوف المنظر، يشوف، تتكلم يسمع. ليه؟ الروح كانت بعيدة، هي اللي تشم وهي اللي تشوف وهي اللي تنفع. طيب كيف تعلقها بالجسد؟ ما ندري. كيف موجودة غير موجودة؟ ما ندري. الآن قال العلماء: لو تقعد الروح في الجسد ما ارتاح الإنسان، ولا نام ولا قدر يسوي شيء. لو دخلت إلى بيتك وأنت متعب ومثقل في هموم العمل، خصوصا إذا كان عملك مهني بدني، ودخلت إلى البيت وقلت يا عيالي خلاص خلوني أنام، قالت لك مرتك: طيب ما عليه، تبغى ترتاح؟ نعم أبغى أنام. قالت: نعم، خذ راحتك، هذا السرير ومكيف فوقك شغال والجو، لكن لا ترقد. نعم ارتاح لكن لا ترقد، وكلما غمضت عينك دقت: قم قم ارتاح ارتاح، خلك ايش بك انت؟ ما ترتاح ارتاح، ما قلنا لك قم ارقد اعمل، خلك مرتاح لكن لا ترقد. كلما غمضت عينك قم قم، ايش رايك ترتاح؟ لو تقعد على السرير 60 ساعة ما ترتاح، لكن ترقد 4 5 3 ساعات وتقوم اذا بتقول: لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله، خلاص تسمكرت واصبحت نشيط، قد عاد لك كل نشاطك وكل قوتك. ليه؟ لان الروح خرجت. لو لم تخرج وتدع الجسد لحاله يرتاح وبقيت راكبه عليه لما ارتاح ابدا. هذه الروح لا نعلم عنها شيئا، ويكفينا من العلم ما علمنا الله. قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهي كما قلت لكم بمنزلة الطاقة المشغلة للجسد. طيب الجزء الثالث: النفس. وهذه بمنزلة المستشار التي تقدم الاستشارات للقلب. ومقاييس هذه النفس الاستشارية: الشهوات والملذات والمتع والراحة والبسطة والسهرة والتمشية. هذه النفس تحبها. إذا شاورت نفسك ها نسمر، إيه ما يهم. إذا ساورتها ناكل، إيه كل يا رجال الله يديك، نعم الله، يلا نرقد ارقد. كل شهوة محببة تحبها النفس.
بل كل أمر سيء تحبه النفس وتأمر به. يقول الله إن النفس لأمارة، ما هي آمرة، أمارة، صيغة مبالغة. بيش تأمر بالسوء يعني بالشر، هذه طبيعة النفس. لكن يأتي دورك لهذه الطبيعة النفسية تغييرها لمجاهدتها، بدل ما هي أمارة بالسوء تقول لا لا أمري بالخير. ما تطيعك تكسرها، تجاهدها، تخالفها، تعاندها، تجي عكس اتجاهها. تبغى ترضي تقول لا قوم يصلي، تبغى تغني تقول الله ما تسمعين الأغاني، تبغى تضرب الحرام لا حرام غض بصرك، تبغى الربا علشان تثري تقول لا حرام ما يمكن. وكلما دغدغت هذه النفس مشاعرك بلذة محرمة أو بشهوة ممنوعة قلت لها لا 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 تفطمها. فإذا شافت أنك سيطرت عليها ترقت وانتقلت من مرتبة النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، وهي التي تفعل الخير ولكنها تحن إلى الشر ثم تلوم على فعله. أنت تفعل الخير بنفسك طيبة، لكن أحياناً توقعك نفسك هذه في شر، فإذا عملته قالت النفس وراك تعمله، وإيش بك أنت، أنت مطوع، أنت بتدين، أنت مؤمن، أنت تنظر الحرام، ليش تسمع الأغاني، ليه ليه لوامة هذه. فإذا لامتك وهي اللي ورطتك قلت أنت مجانها، أنت اللي ورطني، والله ما عاد سوينا. فإذا جاهدتها مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر ارتقت إلى مرتبة النفس المطمئنة التي اطمأنت على دين الله وسكنت على أمره وارتاحت على تنفيذ شرعه، وهنا تعيش أكمل عيشة. ولا يجد لك رب العالمين مجال إلا أن ينقلك إلى الجنة ويناديك عند الموت ويقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذا يقول العلماء إن مجال الإصلاح في حياتك هو إصلاح نفسك. قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ويقول عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الجزء الثالث النفس. ودائما النفس بحكم طبيعتها الشريرة ورغبتها في الخمول وكثر وكراهيتها للقيود، النفس دائما تحب الانفلات وتحب الدعاء وتحب عدم الالزام بشيء. ولهذا ترى انت اذا كنت طالب في ليالي الامتحان تنظر الى الكتاب المقرر اللي فيه ماده اختبار بكره تشوفه اكره شيء كانه حيات وعقارب قدامك ما تبغى تقرا، ولكن جريده ولا مجله ولا كتاب ثاني تبغى تقرا كله. ليه؟ لان النفس مكرهه على ذاك وغير مطلوب منها هذا فتميل الى هذا وتكره ذاك. لكن وش تسوي انت ان كانك عاقل وحازم ولبيب وذكي؟ تقول لا يا نفس ما عندنا اختبار في الجريده، ما عندنا اختبار في الكتاب ذا، اختبارك في ذي والله انت قرينه غصب عنك. تعي تقول لا، فتعود تستسلم لك. ولهذا النفس هذه يقول العلماء انها مثل الدابه مثل الحصان، ان كانت وجدت خيالا ماهر ركب عليها وشد زمامها وخلاها تمشي ولا تستطيع تفرض كل ما جت منه فرصة، وإن كان لقيت خيالا تعبان رمته وركبت عليه ورصعته ومشده. وكذلك أنت إن كنت مسيطر على نفسك تقهرها وتزجرها عن المعصية وتجبرها بالطاعة استسلمت وأذعنت. وهذا شأن السلف رحمهم الله، كانوا يجاهدون أنفسهم جهاد عنيف. كان بعض السلف يضرب رجليه في الليل إذا ما قام يصلي، إذا فاته وردة من الليل أخذ الصوت وقام يلحط رجولة واضرب واضرب، وقال والله إنك أحد بالضرب من دابتي. وش يسوي هذا في الليل الثاني؟ عاد يرقد يقوم؟ ليه؟ لأن رجوله خايفة من العصا. وآخر خرج يوم من الأيام من بيته فرأى بيتا مرتفع، قال لمن هذا البيت؟ سأل قال لفلان. ويوم راح في الليل يبغى يرقد قام يراجع ويحاسب نفسه على الأقوال التي قالها، فوجد هذه الكلمة، قال أنت خرجت بعد الظهر اليوم وشفت عمارة وقلت لمن هذه العمارة؟ وش تبغى بهالكلمة؟ قال يا نفس وش تبغين بهالكلمة؟ تبغين عمارة مثلها؟ ما تنشغلين بطاعة الله؟ تبغين تشتغلين بما عند الناس؟ وقم يلومها يلومها، ثم قال والله لأعاقبنك بصيام سنة. هيا صام سنة علشان كلمك، عاد نفسه توسوس له هذا؟ خلاص هؤلاء عرفوا كيف يعالجون أنفسهم.
زموها زم، اشتغلوها شغل صحيح، حتى أذعنت واستسلمت وسارت في ركاب الطاعة واستسلمت لأمر الله تبارك وتعالى. أجل دورنا أيها الإخوة جهاد هذه النفس وعلاجها وقصرها على الطاعة وزجرها وزمها عن المعصية. هذه النفس رغم أن لها أساليب ووسائل في عملية تحسين الشر والمعاصي، مثلا الزنا، تأتي النفس فلا تبديه لك بالصورة الطبيعية، لا. إيش الزنا؟ الزنا عار، الزنا شنار، الزنا إسقاط للاعتبار، الزنا فصل من الوظيفة، الزنا جلد في السوق كما يجلد الحمار، الزنا إن كنت محصن وسبق لك الزواج جلد رجما بالحجارة حتى تموت، الزنا إسقاط لك في قائمة السوابق، الزنا وشو؟ إفساد العرض مسلم، الزنا إيجاد لولد غير شرعي يعيش بدون أب ويبقى عالة على المجتمع علشان شهوة دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق. هذا الزنا إذا بدا لك الزنا بهذه الصورة هل تقبله؟ لا. لكن النفس الأمارة بالسوء ما تطهر الزنا بهذه الصورة، كل هذا تخفيه وتقول الزنا لذة، الزنا متعة، الزنا فرصة، انت ما غير مع مرتك هذه، غير شكل، كل طعام له لون وكل طعام له طعم. هذه النفس، فإذا جاء العقل يقول لها لا يا نفس لا انت مخطئة، الزنا كذا وكذا وكذا وكذا، قالت هذا صدقت، لكن هذا إذا اكتشفت، لكن يا رجال دبر نفسك، سوى ولا أحد يشوفك. قال لها العقل طيب إذا ما شافوني الناس الله يشوفني، قالت النفس يا ابن الحلال الله غفور رحيم. هذه منين تجي كلها؟ علشان تورطك في هذه الجريمة. هذه أساليب النفس لأنها أمارة بالسوء، لكن أنت خالفها وخالف النفس والشيطان وعصهما، فإن في معصية الشيطان والنفس سعادتك في الدنيا والآخرة. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. هل رأيتم طفل صغير ينفطم من على سمه كذا من عنده؟ لا، لو خليته حتى يصير شايب لازم يقعد يرضى، لكن افطمه بالقوة، حط في سمه شوية صبر ولا قطران ويجي يذوقه، وإذا به مر يقول خلاص كخ، خلاص يبكي يومين ثلاثة وانتهى. لكن ينفطم من نفسه، هكذا نفسك، نفسك تحب الأغاني افطمها تنفطم، نفسك تحب النظر إلى الحرام افطمها تنفطم، لكن تقعد ترضعها كل يوم ما تنفطم. لابد أيها الأخوة من أخذ المسألة بجدية وبحزم وبقوة حتى تنفطم هذه النفس من الذنوب ومن المعاصي والآثام. هذا العنصر أو القسم الثالث. القسم الرابع من أقسام الإنسان العقل، وهذا يسمونه العلماء المستشار الثاني للقلب، ومقاييس هذا المستشار غير مقاييس النفس. النفس مقاييسها الشهوات، العقل لا، مقاييسه المصالح والمفاسد والآثار والنتائج والمقدمات والضروريات، هذه مقاييس العقل. لكن قد يقول العقل شيئا للقلب ويرفضه القلب بناء على سيطرة النفس. الآن أعطيكم مثال، كثير من الأشياء ندرك بعقولنا ضررها ومع هذا نقع فيها. أنا أسأل الذي يركب الدش فوق بيته، أسأله بالله ألا يدرك أن فيه ضرر على دينه وعقيدته وأخلاقه وأخلاق زوجته وأخلاق ولده وأخلاق أسرته؟ يقول نعم فيه ضرر. طيب ليش تجيب الضرر على بيتك؟ قال والله يا شيخ الأولاد أزعجوني، المرأة والله عيت كل يوم هي عند الناس، أنا بجيب لها هذا علشان تنفك منها وإن شاء الله. أجل سيطرة النفس وشهوة الزوجة وشهوة الولد أقوى من رأي العقل. أجل رفض العقل وجاب الدش وأمطر بيته وزوجته بكل ما يسخط الله ويغضبه، وخان الأمانة التي بينه وبين الله. أولادك أمانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أمانة قال الله لك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأنت ما وقيتهم النار بل شريت لهم النار وأمطرت عليهم النار، دشهم من فوق. العقل يقول في ضرر، لكن النفس تقول لا يا شيخ الناس كلهم ركبوه، خليك تشوف الأخبار، وش يهمك من الأخبار؟ وزير خارجية أنت يا مطارد الأخبار من إذاعة في إذاعة،
خلك تشوف المسلسلات، خل أولادك يتعلمون، عجيب يتعلمون. من يصبح قدوة أولادك؟ من يصبح مشايخ أولادك؟ الممثلون والممثلات. تصبح ثقافة بنتك وولدك تعرف الممثل الفلاني والمطرب الفلاني والمغني الفلاني واللاعب الفلاني، ولا تعرف من الصحابة أحد، ولا تعرف من الصالحين أحد، ولا تعرف من العلماء أحد، وإنما همومها وتعلقاتها وآمالها وثقافتها هذه الأشياء الضحلة، ويترتب على هذا جيل ضائع ضال لا يعرف الله، كما هي أجيال الكفار. هذه أيها الإخوة، هذه الشرور هي زبالة أفكار الكفار، والقنوات هذه إيش تجلب عليك؟ تجلب كل ما عند الكفار وتركبه وتحط فلوس فيه، وعقلك يقول لك إن هذا ما هو بزين، لكن شهوة النفس تطغى على رغبة العقل. مثال ثاني، التدخين. المدخن الآن يعرف كل مدخن أن الدخان ضار، ويقرأ على العلبة التدخين يضر بصحتك فننصحك بالامتناع منه، ومع هذا يدخن. العقل يقول لك ضار، والنفس تقول يا شيخ دخن عليها تنجلي. يا رجال انت هم عندك هموم عندك مشاكل، اذا دخنت خلاص تشوف الدنيا كلها. فرفض امر العقل واستجاب لشهوة النفس لضعف عقله ولقوة سيطرة نفسه. التدخين يضر باجماع الناس، حتى الشركة تكتب عليه انه يضر. كل شركة تصنع اي صنعة ترسل دعاية للصنعة، الا الدخان ارسلوا دعاية ضد الصنعة. وكل طعام عليه تاريخ صلاحية ابتداء وانتهاء، انتهاء صلاحية كذا وكذا، إلا الدخان خربان من يوم صنعه، ما له تاريخ صلاحية. ومع هذا ما حد يسأل عن هذا. لو شريت علبة لبن بأربعة ريال ولقيت عليها تاريخ صلاحية منتهي، تغسليها ولا تروح تشتكي وتمسك هذا وتصيح عليه؟ كيف تبيع شيء منتهي صلاحية؟ هذه انتهى صلاحيتها في 30/12، اليوم حنا في 2، تبيعها وتأخذ اسمه وتبلغ البلدية، لكن يشتري الدخان قد انتهى صلاحيته عاده في بلدك، قد قالوا لك انه خرباه من يوم النهار، قالوا هذا يضرك، لكن لا دخنه. ليش؟ لان العقل مرفوض الامر، بينما النفس الاماره بالسوء هي الامره، امرت بشهوه الدخان فنفذها الانسان لضعف عقله ولمرض قلبه. ويقول العلماء ان النفس اذا قويت مرض القلب، هي عمليه موازنه، اذا سلم القلب وتقوى ضعفت النفس، وإذا قويت النفس وسيطرت ضعف القلب، ويبقى العقل مسكين يعطي أفكار لكن ما حد يطيعه، يعطي آراء لكن ما حد ينفذ آراءه. أجل العقل هذا كيف نجعل آراء سليمة؟ قالوا ينور بنور الدين، بنور القرآن. يتعلم العقل الأنوار من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدي بهذا بالتفكير وبالنظر وبالتأمل في الآيات الكونية وفي الآيات القرآنية، إلى أن يصدر آراء صالحة مع إصلاح النفس، فتجتمع آراء النفس مع آراء العقل إلى القلب فيصلح القلب. هذا هو الجزء الرابع. الجزء الخامس والأخير والمهم في الإنسان، وهو القلب، ويسميه العلماء بأنه ملك الجوارح وسيد الأعضاء، ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا صلح صلح الجسد كله، والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا هي ميدان العمل على الإصلاح، ما عنيت الشرائع إلا بإصلاح القلوب، لأن القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، والقلوب تعمى كما يعمى الإنسان. قال الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله في القرآن الكريم، أن القلوب تمرض، وقال عز وجل: في قلوبهم مرض فيطمع الذي في قلبه مرض، لقال الذي في قلبه مرض. هذه كلها بيان على أن القلب يمرض. طيب ما كيف يمرض القلب؟ قالوا: مرض القلب هو عجزه عن القيام بوظيفته. الآن العين إذا عميت قالوا عمية مريضة، عمية إليه لأنها عجزت عن القيام بوظيفتها. وش وظيفة العين؟ الرؤية. الأذن إيش وظيفتها؟ السمع، إذا ما سمعت قالوا صم مريضة. اليد وش وظيفتها؟ الحمل، إذا عجزت عن الحمل قالوا يد شلة. الرجل وش وظيفتها؟ المشي، إذا انكسرت الرجل ما عاد مشى قالوا مريض، رجل مكسورة ما مريضة. القلب وش وظيفته؟ معرفة الله، معرفة دين الله، معرفة رسول الله. إذا ما عرف الله ولا عرف دين الله ولا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب مريض، لأن ما قام بوظيفته. طيب ما أنواع مرض القلب؟ ثلاثة أمراض: مرض شبهة، ومرض شهوة، ومرض غفلة.
هذه الأمراض التي تصيب القلب، مرض شبهة تورث شكا في الدين، ومرض شهوة تورث تقديم الهوى على أمر رب العالمين، ومرض غفلة تورث نسيان الله والدار الآخرة والجنة والنار. فيتقيد القلب خلاص، يصبح محاصر من كل جهة، مريض بالشهوات ومريض بالشبهات ومريض بالغفلات، فيتعطل عن أداء وظائفه كامل ويبقى فاسد. وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذا فسد القلب فسدت العين وفسد اللسان وفسد الأذن وفسدت الرجل وفسدت اليد وفسد الفرج وفسدت الحياة كلها. ليه؟ لأن القلب فاسد. لكن إذا صلح القلب، الآن هؤلاء الذين تشوفونهم الآن الله يكثرهم ويبارك فيهم ويوفقهم، شباب الصحوة، شاب ملتزم، إيش اللي صلح فيه؟ هو قدام كان مغني وكان لاعب وكان لاهي وكان عابث وكان قليل دين وكان قاطع صلاة وكان عاق والديه وكان والعياذ بالله ما يعرف المسجد ولا يعرف دين الله، لكن فجأة هداه الله. ما الذي صلح فيه؟ أولا قلبه. لما صلح قلبه جاء على عينه اللي كانت تشوف الحرام، قال والله ما عاد تشوفينها، قال طيب، وأصبح أكره شيء عنده الحرام. إذا رأى امرأة كأنما رأى عفريت. جاء على أذنه وكان يتلذذ بسماع الأغاني، قال يا أذن والله ما تسمعين الأغاني. الآن إذا سمع أغنية شبه يصيح صك 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 كأنها رصاصة دخلت في أذنه. إذا سمع الأذان كان يكره الأذان. أحب شيء عنده الآن إذا سمع الله أكبر، أحب شيء عنده أنه يدخل المسجد ويصلي، أحب شيء عنده أنه يرى العلماء والمشايخ والدعاء، أحب شيء عنده أنه يقرأ القرآن. أحب. ما الذي أصلح كل هذه الجوارح؟ صلاح القلب. أجل عليك أن تسعى لإصلاح قلبك، لأنك لا تنتفع إذا لقيت الله إلا بقلبك السليم. يقول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من إيش؟ قالوا سليم من الشك وسليم من الشبهة ومن الشهوة ومن الغفلة. ما هي أمراض الشبهات؟ هي الشكوك التي يزرعها الشيطان في قلب الإنسان في قضايا العقيدة، قضايا الإيمانيات، شك في الله، شك في رسول الله، شك في دين الله، شك في الجنة، شك في النار، شك في البعث، شك في العذاب القبر، شك في الملائكة، شك في الجن. من الذي يزرع هذه الشكوك؟ الشيطان. يزعزع عقيدتك وأنت ما آمنت بهذه القضايا من عندك، آمنت بها بناء على وعد وخبر صادق من الله. ومن أصدق من الله حديث؟ من أصدق من الله قيل؟ من أحسن من الله قول؟ الله يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أنت ما آمنت بالقضايا هذه من فراغ ولا ورثتها، آمنت بها من كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جاءك به رسول أصدق البشر. والله ما على وجه الأرض من هو على الحق إلا المسلم، ولا يملك أحد وثيقة صحيحة من عند الله ما فيها زيادة حرف أو نقص حرف إلا المسلم. كتاب الله المحفوظ المتلو المسطر في السطور الذي قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن نصدق بالأخبار ذي لأن الله أخبرنا بها. يجي الشيطان يزعزعك، لكن إذا وجد منك اليقين انصرف. يأتي إلى الثاني وهي أخف من الأولى، أخطر الأمراض الشبهة، لأنها تورث الشك، وإذا شكيت في دين الله كفرت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قالوا الفتنة هي شك في دين الله. مرض شهوة، وهي أن تتصارع في نفسك وتتصادم شهوات النفس مع أوامر الرب، مثل شهوة النوم مع أمر الله بصلاة الفجر. الله أمر أن تقوم صلاة الفجر في الساعة 4، وأنت في الساعة 4 النفس تقول هذه أحسن ساعة للنوم، فحصل صراع داخلي بين شهوة محببة وهي النوم وبين طاعة مفروضة وهي الصلاة. مع من أنت؟ إن كانت قمت إلى الله قلبك سليم، وإن كانت رقدت على صلاة الفجر قلبك مريض، لأنك أطعت شهوتك ورفضت أمر خالقك ومولاك. شهوة النظر إلى النساء، تمر وتشوف منظر وأنت إنسان وعندك ميول ورغبات، وزين لك هذا الشيء. الله يقول زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من أول شيء من النساء، لكن هذا المنظر يتعارض مع أمر من أوامر ربك. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأنت بين وازع ودافع، وازع ديني ودافع شهواني. الوازع الديني يقول حرام، والدافع الشهواني يقول انظر منظر لا يفوتك. إن كانك قضيت بصرك أجل قلبك سليم، وإن كانك فتحت عينك أجل قلبك مريض. وقس على هذا شهوة، هذا المرض الثاني شهوة. مرض غفلة، وهو أن تنسى الله، ويسحبك الشيطان في أعمال مسلسل
مشاغل بحيث لا يبقى عندك شيء من الوقت تذكر فيه الله. دوام، بعد الدوام غدا، بعد الغدا نوم، بعد النوم مقاضي، بعد المقاضي تمشي، بعد التمشي سهر وأفلام ولعب وبلوت ونوم، ويلا وعلى هذا برنامج أكثر الناس، من يوم يصبح إلى أن يمسي إلى أن يصبح اليوم الثاني ما ذكر الله ولا عرف مسجدا لله ولا عرف أنه مسؤول عن دين الله ولا عرف أنه مطلوب منه أن يدعو إلى الله ولا عرف أن هناك جنة أعدها الله وأن هناك نار توعدها الله بها. غافل، وهذا الغافل كما يقول العلماء يضع بينه وبين الهداية حجابا، لا يمكن أن يهديها الله وهو غافل. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني سأصرف عن هدايتي، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ليش يا ربي؟ قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو السبب، السبب أن الله أعمى بصائرهم ولا يرون طريق الحق ولا يسلكونه، ويرون طريق الباطل ويسلكونه. ليه؟ لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أجل، كيف العلاج أيها الإخوة؟ كيف نعالج القلوب من الأمراض الثلاثة هذه؟ قال العلماء: علاج مرض الشبهة باليقين، اليقين الجازم على أخبار الله والتصديق الكامل بها، وعلاج مرض الشهوة بالصبر، الصبر عن الشهوات. صحيح أن الزنا زين لكن يوردك النار، يفوتك الجنة. أجل بصبر، والله ما أزل. ذلك الرجل الذي قالت له المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فماذا أعطاه الله؟ نجاه الله من الغار في الدنيا ونجاه الله من النار في الآخرة. أي نعم، شهوة النظر الحرام زين المنظر، لكن يقول: لا، أبغى أنظر بهذا العين إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. شهوة الأغاني زينة، لكن لا، أبغى أسمع بهذه الأذن خطاب رب العالمين في الجنة في الدار الآخرة. شهوة المال الحرام لا، ما به، أبغى يعوض إلى الله به في الدنيا والآخرة خير منه. وهكذا عليك أن تقاوم الشهوات بالصبر، اصبر. ولهذا جاء الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع، وهو بمنزلة الرأس من الجسد، والذي لا صبر له لا دين له. ما في أحد ينال مطلوبه في الدنيا والآخرة إلا بالصبر. الآن الطالب الذي ما يصبر على الدراسة والامتحانات هل ينجح؟ لا، لكن يصبر 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 لين ينجح، حتى يصير في مرتبة وفي وظيفة وفي راتب وفي بسطة. لكن لو أنه ما صبر على الدراسة كان هو فاشل وضايع داجل. كذلك الذي يريد أن ينال الجنة لابد أن يصبر عن الشهوات. والثالث علاج الغفلة بذكر الله، بقراءة القرآن، بمجالسة العلماء، بالإكثار من التفكير ومعرفة الهدف من خلقك أيها الإنسان. هذه هي العلاجات الثلاثة، وقد جاءت في كتاب الله في قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي عن الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، أي عن الشبهات. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم قرأ هذه الآية: الصبر على الشهوات، عن الشهوات، واليقين على الشبهات، والذكرى ضد الغفلات. فإذا سارت على قلبك بهذه الأمور سلم القلب، وإذا سلم القلب سيطر على النفس ورفض أوامرها وقرب القلب واستقبل استشاراته وصلحت الحياة وصلح كل شيء فيه. تصلح عينك وتصلح أذنك ويصلح لسانك ويصلح بطنك ويصلح فرجك وتصلح يدك وتصلح رجلك وتصلح وظيفتك وتصلح زوجتك يصلح ولدك تصلح حياتك كلها. ليه؟ لأن القلب صلح. وإذا مت ولقيت الله عز وجل كان قلبك سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أيها الإخوة هو الأمر الأول الذي لا بد أن نعرفه حتى تتحقق لنا السعادة، وهي معرفة من أنت أيها الإنسان. أنت جسد لا يتعلق به مدح ولا ذم، وأنت روح لا تعرف حقيقته، وأنت نفس مطلوب تجاهدها، وأنت عقل مطلوب أن تنوره، وأنت مطلوب قلب مطلوب أن تعالجه. فعالج نفسك بالمجاهدة، ونور قلبك بالقرآن والسنة، وعالج قلبك
بالصبر على الشهوات واليقين على الشبهات و الذكرى ضد الغفلات. هذا هو الأمر الأول الذي قلنا إنه من أحد الأمرين اللذان يدلان على السعادة. الأمر الثاني أن تعرف لماذا خلقت، ليش جيت. وهذه المشكلة أيها الإخوة معضلة، ظل فيها كثير من الناس. ولا تغتروا بهؤلاء الكفار الذين سبحوا في الفضاء واخترعوا الذرة، يعني منجزات وطائرات وعلوم حاسب وشيء مرة، لكنهم مساكين لا يعرفون من الحياة شيء، الحياة الحقيقية. يقول الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني شيء بسيط، وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء مساكين حرموا نعمة العلم، العلم بحقيقة الأمور. تسأل الكبير منهم والمخترع فتقول له لماذا خلقت، فيقول خلقت، يفكر فيقول خلقت عشان أعيش، عشان أعيش مع الناس. طيب لماذا تعيش، فيفكر ليش أعيش، وإذا بيقول أعيش عشان آكل وأشرب وأنكح. طيب ليش تأكل وتشرب وتنكح، قال علشان أعيش، لأني لو ما أكلت مت. طيب وعشان إيش تعيش، قال علشان آكل. طيب وليش تأكل، قال عشان أعيش. طيب وبعدين، يعيش ليأكل ويأكل ليعيش، حلقة مفرغة. وبعدين، قالوا بعدين أموت. طيب وانت كنت ميت أول، ليش تعيش، عشان تموت. لو أن الله خلقك عشان تموت كان خلاك ميت. يخلقك الله عز وجل 7-9 شهور في بطن أمك وتعاني بك، ثم يطلعك وتعيش 14-15 سنة طفل، ثم تعيش في معاناة وفي تعب علشان تموت. لا والله، ما خلقك الله من أجل هذا، هذا عبث. لقد خلقك الله لسر. وهنا أيها الإخوة يقول العلماء إنه لا احتمال لخلق الإنسان إلا احتمالين. الإنسان مخلوق لغرضين، إما أنه خلق عبث أو أنه خلق لحكمة. في احتمال ذلك؟ لا. إما أن الإنسان خلق عبث يعني ما له حكمة، أو أنه خلق لحكمة. أما الاحتمال الأول أنه خلق عبث فقد أبطله الله وتنزه تعالى عنه. قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول أظننتم أن الله خلقكم عبث وأنكم ما بترجعون إلى الله. ثم قال عز وجل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. تعالى الله، إن الله يخلقك عبث، كيف يخلقك عبث بهذا التنظيم وبهذا الدقة وبهذا الإحكام وبهذا الإعجاز. طالع فيك أنت، في كل خلية من خلاياك، في كل ذرة من ذرات جسمك، في كل جزئية من جزئياتك تجد حكمة. هذه يدك فيك، انظر في حكمة خلقها. مفصل هنا ومفصل هنا ومفصل هنا ومفصل هنا ومفصل هنا ومفصل هنا، 1-2-3-4-5-6. ليش 6 مفاصل؟ عشان تستعملها. إذن لو أن الله أعطاك يد ولا ما فيها مفصل كذا بس قايم، هيا كيف تسويها؟ تستفيد منها؟ تبغى تشيل شيء؟ ما في شيء يمسك. تصلح يدك هذه بإيش؟ بس تصير مثل العصا، مثل المشعل. إذا تبغى الضارب قول باكذا الطخبها بس، لكن الله ما خلقك أحيانا ضارب بيدك، لا، أعطاك يد وركبك، ركبك تفصيل مفصل كان تشد وتسوي وتربط وتشير وتحول. من الذي يديك ذي لا يجعلها الله هنا؟ لو أن الله جعل يديك في رجولك هناك كيف تسوي، تحك راسك؟ لكن جعل الله اليدين في أعلى الجسم، تحك راسك وتحك رجلك سواء. من حط اليد هنا؟ ليه ما طلعت اليد عند الرجل؟ من ركب عيونك في راسك؟ لو ان الله حط عيونك في رجولك ودغيت تشوف اللي هناك تقول لازم تنقع ترفع رجولك. من الذي اجرى في عينك الملح؟ الان لما تاخذ من عينك دمعة وتذوقه ايش طعمه؟ ها؟ مالح. ليه ملح؟ لان عينك هذه شحمه، لو ما فيها ملح تعفن. من الذي جعل في اذنك صمغ مر؟ خذ الان لما تنظف اذنك بالعود وخذ هذا وبالبكر، وش طعمه؟ أمر من الصبر. ليش مر؟ علشان الحشرات ما تدخل في بسمك
ولا كان متلابس معك قردان وبراغيف وبق وقمل، والله لو دخل قراد في مسمعك ما يختخرج الدنيا، تقعد طول عمرك. اي نعم، لكن يجي القراد وانت راقد ويقرب، اذا شم الرايح هذه شرد، لان في هنا ماده صبغيه تطرد هذه الحشرات. طيب، من الذي اجرى في فمك هذه العين من هذا اللعاب الذي احلى من العسل؟ من الذي حل هذا وملح هذا وامر هذا؟ الطبيعه يقولون، الطبيعة العمياء الصماء البكمة، تعرف تطلع هنا ملح وهنا صمغ مر وهنا عذب. من اللي جعل لك هذا الورشة لتقطيع الطعام وتجهيزه وخلطه وتقليبه حتى تجهز للطعام؟ تحط اللقمة هنا وتستقبله الأسنان تطحن، هذا تقطع وذيك تخرق وذيك تطحن تتعاون، وذاك مثل الكريك يقلب اللسان، وإذا تجهز وذيك غدة اللعابية تفرز الماء علشان الخلطة، فإذا تجهزت نزلته يستقبلها هنا ماسورة اسمها المريء، وما صورة ذي ينبها اسمه البلعوم. البلعوم يوصل الهواء والمريء يوصل الطعام، وبين الاثنين ذي قطعة لحم اسمها اللهاء، اسمها الطراعة، اسمها في العلم لسان المزمار. هذه تصدر أمر، إذا نزل الطعام قفلت حقة الهواء، وإذا نزل الهواء قفلت حقة الطعام. ولو نزل في حقة الهواء حبة رز وش يصير عندك؟ أو قطرة ماء وش يصير عندك؟ يسمونها شرقة. إذا نزلت قطرة ماء في البلعوم حق الهواء تشرق وتموت. لكن تموت علشان شرقة؟ لا، اللي حفظك أرسل هنا إشعارات للرئة إنه فيه شيء غريب دخل عليكم اطردوه، فيقوم الواحد حتى يطلعها. لا إله إلا الله، من خلقك هذا الخلق؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقك عبث كذا علشان تموت وتصير تاكل في الدود والتراب؟ لا والله. الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ تعالى الله. ويقول في آية ثانية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي لعبا وعبثا، ذلك ظن الذين كفروا، أي الكفار، فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي عبثا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أجل، الاحتمال الأول أن الله خلق الإنسان وخلق الكون عبث، هذا باطل، لأن أنت أيها الإنسان ما تسوي شيء عبث. لو جينا على واحد في مزرعته وعنده شيول وخلى راعي الشيول يحفر حفرة، وجاء واحد من جماعته وأنسابه وأقاربه وأولاده يبون وش تبغى الحفرة ذي؟ قال والله بس خلاص أبغى راعي الشيول يشتغل، أبغى يتسلى يشتغل يحفر عبث. إيش يقولون لأهله؟ يقولون الله أبونا مجنون وعده في عقله، خلي الشيول يحفر في المزرعة بدون غرض، عبث. والله عز وجل يخلق سماوات وأرض وجبال وأشجار وأنهار ومجرات وكواكب ونجوم وبحار، يخلقها عبث؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أجل، كونه خلقنا عبث وخلق السماوات باطل. أجل، إيش خلقنا الله له؟ لحكمة. ما هي الحكمة؟ نعرفها نحن؟ لا، من يعرفها؟ الخالق. سألوه، لأن ما خلقنا أنفسنا حتى نعرف حكمتنا. لو انك خلقت نفسك تعرف ليش خلقت نفسك، لكنك ما خلقت نفسك، الله اللي خلقك والله اللي جابك وما اخذ رايك. اجل، من خلقك؟ الله. يا الله، ليش خلقتنا؟ اخبرنا الله، قال عز وجل في كتابه الكريم ولم يدع الناس هكذا ضالين بدون هدايه وبدون عنايه، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس اجل، هذه وظيفتك، مهمه خلقك، دورك وشو؟ العباده. الله خلقك عشان تعبده، إذا عبدته أنت صالح، إذا ما عبدته تصير فاسد، إنك ما تؤدي دورك. هذا الميكروفون دوره إيش؟ تكبير الصوت. إذا كبر الصوت وش يصير؟ صالح، جهاز صالح. إذا ما كبر الصوت يصير جهاز خربان فاسد، نوديه عند المهندس. الثلاجة دورها تبريد الطعام، إذا وضعنا الطعام فيها ولم تبرده قلنا الثلاجة خربانة فاسدة، إذا بردت نقول الثلاجة صالحة. هذا المكيف مهمته تبريد الجو، إذا اشتغل وبرد الجو قلنا ما شاء الله مكيف صالح، إذا اشتغل وما برد الجو قلنا الفريون خربان، المكيف خربان ما هو صالح نصلحه. السيارة مهمتها تمشي تحمل الركاب، إذا ما مشت نقول السيارة خربانة. أنت مهمتك إيش؟ ها؟
العبادة إذا ما عبدت الله وش تصير؟ خربان فاسد ما تعبد الله. طيب وش نسوي بك؟ نصلح. وين تصليحك؟ عند الذي خلق. اللي يصلح الميكروفونات مني شركة الميكروفونات، واللي يصلح المسجلات شركة المسجلات، واللي يصلح السيارة شركتها اللي صنعتها، واللي يصلحك اللي صنعك. ايش رايكم اذا خرب الميكروفون وودينا عند راعي البنشر وقلنا صلح؟ قال هاتوه وشحمه وعباه زيت ونفخه هواء، يصلح ولا يخرب؟ يخرب. ما هو اللي صنعه انت؟ اذا فسدت وديناك عند غير الله يصلحك غير الله؟ لا، ما يصلحك الا الذي خلقك. طيب اين علاجك وصلاحك؟ علاجك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل انزل عليك كتاب لتشغيلك. الان ما في شركه تصنع صنعه الا وتحط معها كتاب، ايش يسمونه؟ كتالوج. اي شركه تصنع ثلاجه ولا سياره ولا مسجل ولا اي شيء يحطون معها كتاب تشغيل، كيف تشغل هذا الجهاز؟ على موجب تعليمات هذا الكتاب. اذا شغلت الجهاز على تعليمات الكتاب صلح الجهاز، اذا شغلت الكتاب على غير تعليمات الكتاب يخرب. اذن تفضل. فصلاح الانسان ايها الاخوه انما ياتي اذا شغل حياته بموجب تعليمات خالقه. هذه عينك ذي جهاز، تعليمات التشغيل لها انها تنظر فيما احل الله، وتنظر في مخلوقات الله، وتغض عن محارم الله. هذا التشغيل حقها. اذا شغلتها فيما حرم الله وعطلتها عن النظر في كتاب الله وفيما احل الله، هذه عين فاسده. هذه الاذن تشغيلها انك تشغلها في سماع القران والحق، ولا تسمعها شيء من الباطل. فاذا سمعتها الباطل شغلتها على غير تعليمات خالقها. هذا اللسان وظيفته ذكر الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق. فاذا لم تشغل بهذا وشغلت في الاغاني واللعن والسب والشتم والنمب والكذب والعياذ بالله، اجل انت شغلت اللسان على غير تعليمات الخالق، اجل انت خربت الجهاز، خربت نفسك. اذا هذا الجهاز تعليمات تشغيله ان الكهرباء 220 او 110 وخلينا 220 يحترق الجهاز، لاننا شغلناه على غير تعليمات الصانع. وانت صنعه وصانعك هو الله، والذي أرسله الله لتشغيلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا كيف نعبد الله وأمرنا الله أن نطيعه، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أيها الأخوة مهمتنا العبادة. أنت عبد ولك شرف أن تكون عبد، لأنك عبد لله، لست عبد لدرهم ولا عبد لدينار ولا عبد لشهوة ولا عبد لنزوة ولا عبد لزوجة ولا عبد لأحد، بل أنت عبد لرب كل أحد. وهذه أعلى درجات العزة، لأن الله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. كل شيء عبد لله، لكن في عبودية قهر وإذلال، وفي عبودية تشريف وتكريم، وهي عبودية المسلم. يا أيها الإخوة في الله، إذا أردنا السعادة بحذافيرها فعلينا أن نعرف من نحن كما بينت، وأن نعرف لماذا خلقنا كما ذكرت، ثم نسير في طريق الله ونحقق الإيمان والعمل الصالح، وبالتالي تحصل لنا السعادة بحذافيرها. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا سعداء، وأن يميتنا سعداء وشهداء، وأن يبعثنا وأن يدخلنا إلى دار السعداء، وأن يجنبنا وإياكم الشقاء في الدنيا والآخرة. كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنجيب باختصار إن شاء الله على بعض الأسئلة القريبة إن شاء الله، لفترة قصيرة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قبل الختام نشكر الشيخ على هذه الكلمات المفيدة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وكذلك نشكر الأخوة جميعا على تفاعلهم في هذه المحاضرة من حضور
وأسئلة كثيرة ولله الحمد، لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع على هذا التفاعل الطيب، ويسمح لنا الجميع بأننا لا نستطيع إلا أن نعرض الأسئلة المتعلقة في الموضوع، وذلك لكي تكتمل الفائدة لهذا الموضوع المفيد القيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يكون سببا مباركا لسعادتنا وسعادتكم جميعا. من الأسئلة التي وردت سؤال يا فضيلة الشيخ، يقول: أشرتم إلى أن حياة الأغنياء ليست حياة سعيدة، مع أنه يمكن الجمع بين الحياة السعيدة والإيمان والمال كما هو الحال مع بعض المعاصرين وكذلك السلف الصالح من أمثال عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مبارك رحمه الله وغير ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا على هذا الاستدراك، فقد يفهم من كلامي أنني أقول إن المال لا يجر سعادة، لا، أنا أقول إن المال المجرد من الإيمان والعمل الصالح لا يجر إلى العذاب. أما إذا كان الإيمان المال معه إيمان وعمل صالح فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه أهل السنن، وقد جاء في قصة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عمرو بن العاص على غزوة اسمها غزوة أوطاس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: من أحب الناس إليه؟ فقال: أبو بكر. وسلسل الصحابة، كان يظن عمرو رضي الله عنه أن الرسول إنما استعمله لأنه أحب الناس إليه، ولكن لا شك أنه محبوب ومن الصحابة رضي الله عنه، لكن ليس كمنزلة السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار. فقال له الرسول: إنما استعملتك يا عمرو لعل الله أن يفتح عليك من هذا الخير، يعني الدنيا. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أنا ما اتبعتك علشان أعين مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، فإذا رزقك الله بالإيمان ورزقك الله بالعمل الصالح ثم من الله عليك بالرزق الحلال واستعنت به في وجوه الخير ولم تنس نصيبك من الدنيا، سكنت طيبا وركبت وثيرا ولبست جديدا وأكلت طيبا وتزوجت زوجة جميلة، ولكن هذه الإمكانات ما شغلتك عن دين الله ولا عطلتك عن الدعوة إلى الله، فأنت في سعادة الدنيا والآخرة. لكننا نعني بالدنيا المرفوضة والمال المرفوض هو الذي جرد من الدين فجمع من الحرام وصرف في الحرام وشغل عن الدين وعن الطاعة، هذا مال والعياذ بالله زاد إلى النار وصاحبه ممقوت في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول بأن الغرب يعيشون حياة سعيدة حيث يتقلبون في الشهوات كيفما أرادوا دون موانع؟ هذا القول مردود بشهادة عقلاء الغرب وبالواقع الملحوظ من حياة الغربيين، فإن حياة الغربيين عقلاءهم يصيحون يقولون: نحن في عذاب وفي جحيم، وواقع الغربيين والشرقيين يقولون بأنه مرير، وهناك ظواهر تدل على هذا الشقاء، منها ظاهرة الانتحار. هل في واحد في الدنيا يقدم على الموت وينتحر وهو مرتاح ومبسوط؟ لا، ما يقدم على النار أحد على الموت إلا واحد بلغت به الشقاء والعذاب أبلغ شيء حتى تفجرت نفسه من الداخل فوجد أن ما في مخلص من الحياة إلا أن يموت بأي وسيلة. ظاهرة الانتحار هناك ظاهرة ملاحظة ومشهورة. الأمراض النفسية ما يخلو منها بيت، تناول المسكرات والمخدرات مثل ما تتناول أنت البيبسي والشاي، لازم يسكر. ليه يسكر؟ عشان يغيب ولو لحظة عن واقعه المرير. الجنون المسرحي الذي تشوفونه في السيرك وألعاب السيرك والمسرحيات والألعاب والسهر الطويل، هذا ليش؟ للتفريج عن العذاب الداخلي. الجنون الكروي، التحلل الاجتماعي، التفكك الأسري، عدم وجود النوم، ما ينامون إلا بالحبوب المخدرة، هذا كله دليل على أنهم في عذاب.
إذ لم تحقق لهم الشهوات راحة، عبوا من الشهوات ووقعوا في الملذات حتى ملوها، ولم يحقق لهم هذا سعادة. ليست السعادة إلا في دين الله وفي طاعة الله. وهذا الذي يقول ما رأيكم أن الغربيين في سعادة لأنهم في وسطه، هذا مسكين ماذا ما عرفوا إيش السعادة. نعم. شيخنا الفاضل، هل توافقني الرأي على أن الرضا بقضاء الله وقدره وسلامة الصدر من الغل والحقد والتناصح فيما بيننا كل هذه من أسباب الحياة السعيدة؟ لا شك، وأنا أتيت بكلمة عامة وقلت إن السعادة بحذافيرها في الإيمان بالله وفي العمل الصالح، ومن ضمن الإيمان بالله ركن من أركان الإيمان إيش؟ القضاء والقدر، الإيمان به. فأنا ما دخلت في تفصيلات، ولهذا عنوان المحاضرة من أسباب السعادة، ما قلت كل أسباب السعادة، من على أساس أن آتي بالكليات وتدخل أنت في التفاصيل. فلا شك أن الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالبعث بعد الموت، كل هذه تحقق السعادة. العمل الصالح بأنواعه، الصلاة هذه من أعظم السعادات، قراءة القرآن من أعظم أنواع السعادة، ذكر الله من أعظم أنواع السعادة، الصدقة إذا جيت على واحد مسكين فقير وأعطيته فلوس ودعا لك تشعر بسعادة ولا ما تشعر بسعادة؟ إذا أعطيته ريال قال الله يفرج همك، الله يبارك في أولادك، الله يختم لك بالجنة، تحس أنه أعطاك أكثر مما أعطيته، أعطيته ريال لكن أعطاك دعاء، الدعاء عند الله أبقى. فهذا تفصيل، لكن أنا جئت بإجمال. ذكرتم أحسن الله إليكم قصة ذلك الرجل الفقير وهو يفطر، وكذلك قصة ذلك الرجل الغني وهو يفطر ويتغدى ويتعشى على حبوب، فما هي هذه الحبوب؟ أدوية، حبوب، حبتين قبل الأكل وقبل الفطور، حبتين سكر، هنا أدوية، لأنه مسكين مريض ما يأكل إلا حبوب، بينما ذاك ما عنده مرض متعافي ونشيط يأكل من النعم. ما رأيكم في البرنامج الصحيح اليومي للحياة السعيدة؟ أن تبدأ حياتك أيها المسلم بطاعة الله بصلاة الفجر، فإن اليوم إذا بدأ بالطاعة كان يوم المباركة. أن تفتتح حياتك بأن تستيقظ من نومك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تحمد الله بالأذكار التي وردت، ثم تقوم وتتوضأ وتخرج من بيتك قاصدا بيت ربك، ثم تصلي صلاة الفجر. فإن أمكنك أن تجلس إلى الإشراق فهذا فضل، وإن لم تستطع فلا حرج أن تعود إذا كنت بحاجة إلى الراحة، ثم تذهب بعد ذلك إلى طلب رزقك إن كنت طالبا في مدرستك، وإن كنت مدرسا في عملك، وإن كان موظف في وظيفته، وهكذا إلى أن ينتهي وقت الدوام. ويجب أيها الإخوة أن ننبه على أن العمل أمانة، وأن الوظيفة هذه أمانة، وأن يلزمك أن تقوم بهذه الأمانة وإلا كنت خائنا لها. وفي القيام بالأمانة أيها الإخوة فيه مشقة، ولكن من استلم الأجر حاسبه الله على العمل. لا بد أن تحضر في الدوام الساعة 7:30، ولا تجي الساعة 9 وتسجل 7:30 فتكون كذاب. احضر 7:30 وسجل 7:30، حضر 8 اكتب 8، نصف ساعة احسموها، احسموها تحسم من فلوسك، ولا تحمل في ظهرك عقاب وعذاب في النار. اي نعم. وتواجد طول اليوم بالدوام، ولا تقوم من مكتبك الا الساعة 2:30، وحاول ان تؤدي عملك الوظيفي على احسن اداء تخدم به المواطنين وتحقق فيه مصالح الأمة، ثم تعود إلى بيتك وتتناول طعام الغداء وتستعد لصلاة العصر. والحذار أيها الإخوة من الاسترقاء، الاسترخاء، واللي يسمونها تسطيحة، أسطح، يسطح علشان يقول بس إلين يذن العصر ثم يبطح بها إلى المغرب. لا، لا تسطح ولا تبطح، اقعد قاعد إلين يقول الله أكبر روح صلي العصر، لأن من فاتت صلاة العصر حبط عمله. هذا حديث في مسلم، من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ونفسه. من صلى البردين ايش دخل الجنه. وش البردين؟ العصر والفجر. حافظوا على الصلوات، والعصر من ضمنها، لكن لا، والصلاه الوسطى خصها الله، ليه؟ لانها عظيمه، تستلم الناس الملائكه من المساجد، يتناوبون فيكم ملائكه بالليل والنهار في الفجر والعصر، فتاخذك من المسجد في العصر وتسلمك في المسجد في الفجر، فيسالها الله وهو اعلم كيف وجدتم عبادي، قالوا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لكنك راقد في صلاة الفجر وراقد في صلاة العصر. ولهذا تشوفون أقل النسبة في حضور المصلين في العصر والفجر، لأن الصلاتين المحببتين إلى الله عز وجل،
صلى العصر، بعد صلاة العصر أنت بالخيار بين أن تنام إن كنت بحاجة، أو أن ترتاح، أو أن تذهب إلى التسوق، أو أن تذهب إلى قضاء غرض، أو تذهب بأهلك إلى المستشفى، أو تزور صديق. المهم أنت حر في هذا الوقت إلى قبل المغرب، ثم تأتي بالأذكار، أذكار المغرب، أذكار المساء، وهذه وقتها قبل غروب الشمس. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وآية ثانية وقبل الغروب. وهذه من أهم الأشياء على المسلم، فإن أذكار الصباح والمساء هذه حفظ للمسلم وتعلق بالله. لكن غفلتك عن الذكر دليل انقطاعك عن الله. خذ كتاب أذكار الصباح والمساء وتحفظها، وخذ كتاب حسن المسلم للشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، هذا اللي بريال الأصفر ذا، خله في جيبك، وإذا جاء أذكار المساء اقرأها، لأنه جمعها جزاه الله خير من أصح المصادر وبوبها تبويب عظيم جدا. واحفظ هذه الأذكار، ثم إلى المسجد وصلي المغرب، وبعد صلاة المغرب يبقى معك وقت أيضا لشراء أو لزيارة أو لغرض، ثم صلي العشاء، وبعد صلاة العشاء اتجه إلى بيتك ولا تذهب إلى مكان غيره. المكان الطبيعي لك إن كنت مسلما مؤمنا بعد العشاء بيتك، لا تخرج ولا تروح ولا تسهر ولا تسمر ولا تزور ولا شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء، وكان يكره النوم قبلها، ولو حتى في خير إذا كان يصد عن صلاة الفجر، لأن بعد العشاء هذا لنفسك ولأهلك، تجمع أولادك وزوجتك وتتعشى أنت وياهم، ثم تأتي بكتاب رياض الصالحين تقرأ حديث أو آية من تفسير ابن كثير تقرأ شرحها وسولف معهم، ثم تنام مبكرا وتنام طاهرا وتنام لله ذاكرا وتنام ناويا لقيام صلاة الفجر. وإن أعانك الله في آخر الليل وقمت وصليت ركعتين خير لك من الدنيا وما عليه. هذا البرنامج المثالي، نسأل الله أن يقيمنا وإياكم عليه. شيخنا وحبيبنا، هل طاعة المرأة لزوجها وتربيتها لأبنائها من أسباب السعادة؟ لا شك أنه من السعادة أن يرزق الإنسان زوجة صالحة، كما جاء في الحديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فإذا وفقك الله بزوجة صالحة مؤمنة وقامت على تربية أولادك، وأنت تعاونت أنت وياها على تربية الأولاد، ورزقك الله بذرية صالحة، فهذا من سعادة الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقرة العين هو الولد الصالح. يستدرك أخي الكريم علي في برنامج المسلم اللي ذكرت أنه مثالي أن يكون فيه جزء لهم الدعوة وهم طلب العلم وهم الدين، وهذا مهم جدا. ويأتي هذا الجزء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء إن كان في خير، ولا يصد عن صلاة الفجر في قراءة الكتاب أو زيارة أخ أو دعوة أو حضور مجلس علم أو جلوس عند شيخ، هذا مطلوب جدا لأن هذا من واجباتك كمسلم. أثابك الله يا أخي. فضيلة الشيخ، الشاب المؤمن في هذا الزمان حينما يرى حال المسلمين المتردي والمحزن في كل مكان يتسلط الحزن والهم إلى نفسه، فكيف تكون السعادة لهذا الشاب المؤمن الذي شغله هم أمته وواقعها المؤلم؟ وجزاك الله خيرا. أثابك الله يا أخي. واقع المؤمن، واقع الأمة كما قال الشيخ، مرير، وإلى الله نشكو هذه الحالة. والشاب المؤمن إذا أراد أن يشعر بالسعادة مع هذا الواقع المرير فعليه أن يقوم بحمل نصيبه من إصلاح هذا الواقع عن طريق الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، والمحاولة بقدر ما يستطيع في عمل صالح يرفع عن الأمة همها ومعاناتها. ولو أن كل مسلم قام بهذا الدور لكان وضعنا أفضل مما نحن عليه، لكن المصيبة في السلبية وفي اليأس وفي القنوط وفي عدم الدلاء لأي عمل مهما كان بسيط، إنما يقول الله خلاص الدنيا خربانة أجل خلاص أنا بقعد. لا، اعمل ولو أن يهدي الله بك، بس في حياتك كلها رجل واحد، إذا أنت أصلحت في الأمة واحد أنت ساهمت في إنقاذ الأمة من الواقع المرير. وبدل أن يكون هذا الواحد الذي أصلحته بدل أن يكون في الخط المعاكس وفي الزمرة الفاشلة أصبح في الخط الصحيح في الزمرة المؤمنة، هذه سعادة لك ودور بارز لك
وكما جاء في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر. نعم، وتبعث يوم القيامة مبعث الأنبياء، فإن النبي كما جاء في الحديث يأتي وليس معه أحد، وأنت تأتي وفي معك واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة إن شاء الله. هذا سائل يسأل حول الدش ويقول: إني أريد أن أدخله في بيتي ولكن لمشاهدة الكرة والأخبار فقط، فما رأيك؟ هذا هدف سيء، أن تدخل الشر إلى بيتك لهذا الغرض. أولا اهتمام في غير محله، أن تهتم فقط بالأخبار والكرة وهذه لا تعنيك. ثانيا لا يمكنك التحكم إذا دخلته في أخذ هذه المواد فقط، بل ستأخذه وتأخذ كل ما فيه، وإذا أمكنك أنت أن تتحكم لم يمكنك أن تحكم غيرك. وأنت إذا وجدت قدرا مملوءا بالعسل وعليه ملعقة من النجاسة عاد تأكل العسل هذا؟ فكيف إذا لقيت مملوء نجاسة وعليه ملعقة عسل؟ فهذا مثل، فنقول لك: لا أخي لا تدخل، وإنما أدخل في بيتك النور والهداية والدين والإيمان والدعوة، وأنقذ أهلك وأنقذ نفسك، فإن الدنيا فانية، وسوف تجد نفسك يوم من الأيام وأنت في حفرة مظلمة ليس معك هناك إلا العمل، وتسأل هناك ولا تجيب، وتصيح فلا تغاث، وإنما يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. دعوت أحدهم للالتزام وداوم على الصلاة والأعمال الصالحة ولله الحمد، ولكنه بعد أيام يقول لي: لم أجد السعادة المذكورة في الطاعة، فما الرد على ذلك؟ الرد عليه أنه ما مارس السعادة بالحقيقة، مارسها صورة، والصورة لا تغني عن الحقيقة شيئا. الآن إذا عندك صورة سيارة، منظر صورة سيارة، لكن هل تركب فيها؟ هل تأخذ عليها مشوار هي صورة؟ صورة. إذا عندك عمارة صورة لا تسكن فيها وهي صورة. كذلك الصلاة، إن كانك أديت الصلاة صورة، قيام وقعود وركوع وسجود، ما نفعتك ولا دخل السعادة عليك. وإن كانك أديت الصلاة بخشوع وخضوع وحضور قلب وبتلذذ وبمناجاة، حصلت لك السعادة. فالعبادة لها صورة ولا حقيقة، حقيقتها الخشوع وحضور القلب، صورتها القيام والقعود. إذا عندك 500 ريال صورتها في الآلة التصوير دي، طلعت لك 500 ريال من هناك، صورة طبق الأصل، الرقم والفئة والتوقيع، خذ هذه الصورة وروح عند بايع البصل وهي 500، قل أبغى عزمة بصل تفضل 500، وش يقول؟ لا شافها قرح الله يخسك، قص حزمة البصل تأخذها ب 500 فاسدة ما تنفعك، لكن طلع 500 أصلي وصرفها يرد لك 499 ريال. فأنت يا أخي يا من اهتديت والتزمت وقعدت تصلي شهرين ثلاثة ولا لقيت طعم العبادة ولا اللذة ولا السعادة، نقول لك: إلى الآن ما أديت العبادة على الحقيقة، أديها على الحقيقة سوف تشعر بالسعادة. خلاص طولت أنت الله يديك. طيب، عام مضى وعام جديد، فهل من كلمة حول هذه المناسبة؟ نعم أيها الإخوة، وقد كنت أود أن يكون موضوع المحاضرة عن هذه المناسبة، لكن هذا الموضوع طرقته وهنا في الرياض في محاضرة أظن في هذا المسجد بعنوان ميزانية نهاية العام. ولما استمعت هذا الشريط قبل فترة وجدت أنه لا يمكن أن أتي بمثله، فيه من المعاني والعبارات ما يمكن أن، لأن الإنسان طبعا لا يبقى على حال واحد حتى في أدائه الدعوي يتناقص، فأقول: سبحان الله كيف جبت الكلام؟ منين جبت؟ ما أدري. اي نعم، اجي اكرره، اجل بجي مخص منه الا يبعده العالم. اي نعم، ولذا اقول للاخوه: اشتروا هذا الشريط، ليس دعايه لي لان ما لي فلوس، والله ما اخذ على شريط الريال واحد من فضل الله، لكن طمعا ان شاء الله في الثواب. اذا اشتريت الشريط هذا اسمه ميزانيه نهايه العام، يعني سو محاسبه وموازنه لنفسك واعرف مركزك الايماني واين انت من الله. نحن قطعنا عاما من اعمالنا وودعناه بما استودعناه من عمل اما خير ولا شر، وأعطانا الله فرصة جديدة، مدد الله في خدماتنا في عبادته، فهل نستغل هذه الفرصة ونصحح الوضع ونتوب إلى الله ونمشي بالخط الصحيح أم نستمر في الغلط؟ لا، إن تكرر الأعوام فيه إشارة وإنذار لنا إنكم تنقصون. أنت مجموعة أعوام، أنت رزمة أيام، كل عام يخرج
جزء منك إلين تنتهي أعوامك ثم تنطل مثل التقويم هذا. وينه؟ ما بقى شيء؟ التقويم هذا شفتوه معلق، كم فيه ورقة اليوم؟ 365 ورقة سمين، لكن كل يوم المؤذن يقطع واحدة يقطع واحدة يقطع واحدة إلى آخر يوم قبل يومين ما شفنا فيه ولا واحدة. إيش شفنا فيه؟ الكرتون. وين ودينا اللوحة؟ انطلق أنت مجموعة أيام، كل يوم ننزع منك يوم ورقة ورقة إلى أن تغلق أيامك، وش يبقى؟ اللوح حقك الجسد. انطلق ودوه المقبرة بس، وبعدين تجمع الأوراق ذي حقتك اللي عبيتها، أنت ترمي والملائكة تحطها في ملف، وإذا مت ومت ودخلت القبر قالوا هذا كتابك، خذ كتابك ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال الله وجدوا ما عملوا حاضرا، إن كنت صليت لقيت صلاتك، إن كنت قرأتك لقيت قراءتك، كنت دعوت إلى الله تلقى دعوتك إلى الله، قلت الخير تلقى الخير، قلت أي شيء تعمل، إن كانت قلت شر تلقى الشر. وجدوا ما عملوا حاضرا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي اللي كنت تعمل، اعمل خير تجده، اعمل شر تجده، من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أجل ما دام أنك تعرف أنت إنه ما معك في الآخرة إلا عملك الصالح، أجل ليش تفرط وضيع عمرك في عمل غير صالح؟ إن أيها الإخوة هذا العام يعني فرصتنا أن نتوب إلى الله ونصلح الماضي كله بالاستغفار والتوبة والندم، ونصلح المستقبل بالنية الصالحة والعمل الصالح، ونحسن نصلح الحاضر بمحاولة الاجتهاد في الطاعة والعمل الصالح، وخلاص ولا عد أقول كلمة طولتها. وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على قيام هذه المحاضرة، وأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني القائمين على هذا الجامع وعلى رأس فضيلة الشيخ محمد إمام هذا الجامع، وإخواني في مكتب الدعوة وأهل هذا الحي وغيرهم من أحبابنا، نشكر لفضيلة الشيخ هذه الكلمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في موازين الحسنات، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلها سبباً لسعادتنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وهذا تنبيه للشيخ قبل الإقامة. الآن جاء يعني نحن الآن من المغرب إلى الآن ونحن نهز ونبغى ذا الحين نبغى الزبدة، لازم اللي يهز اللبن يهز على جنة، ها يتسلى ولا يلعب رياضة. شوف المرة قلت كسر رجوله ويتز تخض صميل، سمونه صميل انتم، علشان تعين شوي الزبدة. انا اهز من المغرب لذا الحين علشان القى الزبدة. وش الزبدة؟ اسمعوا اصبر اقعد شوية اقعدوا، نبغى الزبدة الله يهديكم. هذا خطاب ايها الاخوة من الشيخ سعود بن محمد الرشود مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرزك، وتسمعون في وسائل الإعلام وتخرج آذاننا تلك الأخبار المؤلمة التي يعيشها إخوة لكم في العقيدة، إخوة لكم في لا إله إلا الله محمد رسول الله، إخوة لكم في الإسلام، اجتمعوا معنا على الكلمة، على الكلمة الخالصة، على التوحيد، يعيشون في وسط أوروبا وتتكالب عليهم جميع دول الأرض، ولا تسمع لهم صيحة ولا يسمع لهم صوت ولا يداوى لهم جرح، بل يجهز على كل جراحهم ويقضى على كل آمالهم، وليس لهم من ناصر إلا الله ثم أنتم، وتعرفون معاناتهم. وهذه الهيئة هيئة عليا تشرف عليها الدولة وتجمع هذه التبرعات وتصرف في مصرفها الصحيح. وقد التقيت بالشيخ ناصر بن سعيد حفظه الله، وهو الذي يقوم بإيصال هذه المبالغ إلى هناك، وأخبرني وقال يا شيخ والله اطمئن وطمئن الناس، والله ما من ريال يذهب إلا في مكانه الشرعي، ولو أعلم يقول أن فيه ريال يروح في غير طريقة والله ما جلست في هذا المكان ولا عرضت نفسي لهذه الأخطاء. وفي جيوبكم وفي أيديكم أموال أيها الأخوة، وهؤلاء مساكين، ما نقول لكم روحوا جاهدوا فإن هذا ما هو ممكن، لكن جاهدوا بأموالكم. وقد أخبرني أحد قادتهم في مكة في رمضان قال يا شيخ لسنا بحاجة إلى الرجال، نحن بحاجة إلى المال، لأن السلاح في أيدي أعدائنا ونقدر نشتريه بالمال منهم، أعطونا مالا حتى نشتري به سلاحا ندافع به عن أعراضنا وأنفسنا وأموالنا. فهذه أيها الإخوة دعوة من الهيئة، ما أقراها فإن ما في قلوبكم أكثر مما فيها من العلم،
لكني أدعوكم وأستجيش في قلوبكم كل معنى من معاني الغيرة لدين الله إن كان في القلب إيمان وغيرة على دين الله. ها هي الصناديق على الأبواب خاوية ما فيها ريال، جاءت خماصا، ونرجو الله أن تعود وهي بطانا قد امتلأت إن شاء الله. والله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,300.